يا ابني اقف كده اهو. شعبان ورجب بيجوا مرتين في السنه. ده انا اموت. ليه مرتين في السنه؟ ليه كفار نزوم؟ ليه ده كفايه زعل وس وجزز كتير. ممكن رمضان يجي في السنه مرتين؟ اللي مش حصلت في كاس العالم تحصل في رمضان؟ يعني ممكن تحصل ولا لا؟ لا ازاي؟ ده مش ينفع. انا يعني رمضان شهر هجري ممكن يجي في السنه الميلاديه مرتين ولا لا؟ لا مش ينفع. انا وجهه نظري لا. ولا مثلا كل 10 سنين او كل 20 سنه؟ مش بمزاجنا اشتاق يا معلم، مش بمزاجنا. هو كده جدر ومكتوب خلاص يجي مره واحده. مش كفايه صايمين وطالع علينا هنصوم تاني؟ ده انا اموت. ليه مرتين في السنه؟ ليه كفار نصوم؟ ليه ده كفايه اهو. بتقول ايه؟ مش ممكن. ايه هو رمضان بيجي يوم؟ لا مش بيجي يوم. رمضان بيجي كم يوم؟ كم يوم؟ 29. احنا في رمضان ده 29. رمضان بقى ممكن يجي مرتين في السنة ولا لا؟ مرتين في السنة؟ لا. مرتين في السنة. السنة يعني سنة 2023 رمضان اهو، سنة 2024 هيجي رمضان جديد. انا بسأل بقى ممكن في السنة الواحدة يعني 2023 ممكن يجي مرتين ولا لا؟ لا خالص. شهر رمضان ممكن يجي مرتين في السنة؟ لا. اهو شعبان ورجب بيجوا مرتين في السنة. هو لو جم مرتين يبقى يجي مرتين، بس مستحيل يجي مرتين. هو مش مستحيل؟ لا مش ممكن. انا ما بتكلمش على السنه الهجريه، بتكلم على السنه الميلاديه. شهر رمضان ممكن يجي مرتين في السنه الميلاديه ولا لا؟ لا. ممكن رمضان يجي في السنه مرتين؟ لا طبعا مستحيل. ليه مستحيل؟ عشان هو شهر واحد بيجي في السنه مره واحده. إيه انا بسال ان هو يعني شهر رمضان يجي في السنه الميلاديه مرتين ولا لا؟ لا طبعا. ممكن رمضان يجي في السنه مرتين؟ لا. يجي في السنه مرتين ازاي؟ ده هو شهر واحد في السنه. ما هو الشهر الهجري. انا بقى يعني رمضان كشهر هجري ينفع يجي في السنه الميلاديه مرتين ولا لا؟ لا لا خالص. ولا كل مثلا 10 سنين او كل 15 سنه؟ لا مش هعرفها والله دي. مش عارف. هو ممكن يجي في السنة مرة واحدة بس. سنة مرتين لا. هو رمضان ممكن يجي في السنة مرتين؟ اه طبعا. ازاي بقى؟ بص في 2030 هيجي في شهر واحد وفي شهر 12. وانت عرفت كده ازاي؟ حاسب له. اه والله حاسب له. حسبت له امتى؟ خلاص نيجي في 2030 نبقى نشوف. حسبت له امتى؟ من اسبوع كده. كان ايه اللي حصل عشان تحسب له؟ انا كنت قاعد فاضي مش ورايا حاجه بس مشقة الصيام وكده. تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله.